السلام عليكم يا رنيت، عاملين ايه؟ النهارده هنخش في الموضوع على طول، وهو ريفيو عن البيبي بتاع كلين اند كلير. والحقيقه ان انا هعمل بينه وبين البيبي بتاع جارنييه مقارنه، يعني هعمل لكم ريفيو عن الاتنين من الاخر. تمام كده؟ يلا نخش في الفيديو على طول. اول حاجه، الاتنين دول اويل فري، يعني الاتنين للبشره المختلطه للدهنيه. لكن البيبي بتاع جارنييه في منه شيد او شكل بيبقى صغير كده ومكلبص شوية، ده بيبقى للبشرة الجافة. نيجي لتاني حاجة، العبوة بتاعتهم قد ايه. الجارنييه الكلين اند كلير 50 ملي اهو، وده 40 ملي اهو. تمام، يعني البي بي بتاع جارنييه بتاع كلين اند كلير اكتر 10 ملي من البي بي بتاع جارنييه. نيجي بقى في التوافر، هو انا بتهيألي الاتنين انا مش عارفة مش لاقياهم، او هو ده حاليا انا لقيته في كارفور، ولقيته في اولاد المحلاوي. اما بتاع جارنييه فانا بقالي فتره كبيره مش لاقياه. هو الحقيقه ان انا عندي منه سبير، كنت دايما بجيب منه سبير عشان يفضل عندي، لكن انا حاليا مش لاقياه. نيجي للسعر، دوت كان ب75 تقريبا، انا مش فاكره السعر بالظبط، بس انا فاكره ان هو حاجه و70. هتلاقوا الفيديو بتاع مشترياتي في السعر، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. وكان بتاع جارنييه كان تقريبا ب85 او حاجه، تمام، يعني في نفس الرينج، اغلى 10 جنيه. نيجي بعد كده للالوان. بالنسبه للالوان الاثنين زي بعض بالظبط، كل واحد فيهم منه نازل درجتين، درجه فاتحه ودرجه متوسطه، مفيش منهم فرايتي للالوان خالص. نيجي بعد كده لكل واحد فيهم بيعمل ايه. بما ان اصلا احنا اوريدي الريفيو بتاعنا الاساسي عن كلين اند كلير، فتعالوا نقرا اللي مكتوب على العلبه بتاعته، لان انا بتاع جارنييه طبعا رميت العلبه بتاعته من زمان، فتعالوا نقرا اللي مكتوب على العلبه بتاعت كلين اند كلير. هو مكتوب ان هو بيعطي البشرة نقاء وجمال في خطوة بسيطة، وبيعمل على اخفاء بقع البشرة واحمرارها والعلامات اللي موجودة فيها كمان، وبيعطي البشرة تغطية مثالية تدوم حتى 7 ساعات. بلح. تمام، يحتوي على مادة فعالة لمحاربة البقع، يعني هو كمان فيه معالجة، مش بس هو كريم بي بي، هو كمان معالج. يحتوي على مادة فعالة لمحاربة البقع تساعد على إزالة الشوائب بمجرد استعمال الكريم، ويترك الكريم البشرة مرطبة ترطيبا خفيفا، ويجعلها تبدو أكثر نقاء ونعومة وصحة. مصمم خصيصا لدرجات البشرة المتوسطة. تعليمات الاستعمال، ضعي نظيف البشرة جيدا وضعيه برفق على البشرة، وزيدي في التغطية وايه حسب واستعمليه حسب الحاجة للحصول على التغطية، يعني بما معناه انه ممكن تبنيه. تمام، ادي دي الحاجات اللي مكتوبه. طبعا بالنسبه ل7 ساعات ده بلح، بالنسبه ايه للاتنين. البي بي اصلا ما بيقعدش الفتره دي، البي بي اخره 4 5 ساعات، وفي ال5 ساعات ده بيبقى بيروح من على البشره، يعني حتى لو انتي مثبتاه البي بي ما بيقعدش كتير. ودي حاجه من الحاجات اللي خلتني اعمل لكم ريفيو سريع عن البي بي اللي هو الجارنييه. ما قعدتش فتره كبيره قوي استخدمه، لاني حسيت ان انا مش محتاجه اقعد اكتر من كده استخدمه، لان هو مش بتاع مناسبات، يعني انا مش هستخدمه وانا رايحه مناسبات، لانه مش هحتاج اختبر درجه ثباته ومش عارفه ايه والكلام دوت، لان ده يعتبر فاونديشن يومي، فاونديشن خفيف للاستخدام اليومي مش للمناسبات خالص. بس في حاجه، ان الاتنين ما فيهمش اس بي اف، يعني ما فيهمش حمايه من الشمس، يعني ولا ده مكتوب عليه انه فيه حمايه من الشمس ولا ده مكتوب عليه الحقيقه. تمام كده، نيجي بقى لدرجه اللون. بصوا يا بنات، درجه اللون دي هي زي ما انا قلت، في فاتحه وفي اللي هي المتوسطه اللي هي اللي معايا ديت. درجه اللون دي يا بنات رهيبه، يعني حلوه قوي.
لونها على اصفر على حق، يروى على حق يعني، بتدي للبشره كانك حاطه تان كده، لطيف جدا، حلوه قوي بجد يعني، انا عجباني جدا. اما البي بي بتاع جارنييه على بيج، على مدي على بيج، على سنه اورنج كده، اللي كانت سله اي حاجات في الوش، مش على يلو، سنه بيج على اورنج، لكن ده على يلو، على يلو. تاني حاجه انا طبعا هوريكم دلوقتي سويتش للاتنين. تاني حاجه البي بي بتاع جارنييه بتاع كلين اند كلير ماسك نفسه، عامل زي الفاونديشن شويه، لكن البي بي بتاع جارنييه ليكويد، ميه ميه يعني، لما افتحه كده بتلاقوه بيتدلق مني، عشان كده دايما بفتحه معمول كده، لما بعمله كده بيتدلق على طول. فتعالوا نعمل سويتش كده لطيف. اول حاجه انا هعمل البي بي بتاع كلين اند كلير عشان انا عارفه ان هو مش هيتزحلق. بصوا ماسك نفسه ازاي، بصوا ماسك نفسه ازاي اهو، شايفين؟ بصوا لونه على اصفر ازاي يا بنات. لونه على اصفر. نيجي بعد كده ل البي بي بتاع بتاع جارنييه. البي بي بتاع جارنييه يا بنات برضو درجة ميديم، انا بستخدم اتنين درجة زي بعض. بصوا بقى بتاع جارنييه، بصوا مية، بصوا بيتزحلق ازاي، مية يعني خفيف. بصوا 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 بيمشي زي كأني نزلت مية ازاي، مش بصوا بقى فرق درجة اللون، وزعه قبل ما يتزحلق اكتر من كده. بصوا يا بنات درجة اللون مختلفة ازاي، ده على اصفر وده على بيس شوية. ده سايل خالص وده ماسك نفسه. زي ما انتوا شايفين بتاع جارنييه كمان، بتاع كلين اند كلير قصدي، بيخلي البشره ما فيهاش جلو، لكن بتاع جارنييه فيه سنه جلو، تمام؟ يعني بتاع استنى بقى هعمل ازاي، بتاع كلين اند كلير يا بنات انا لما حطيته، فاكرين الفيديو، انا هسيب لكم الفيديو تحت، لما انا حطيته انا قلت لكم انا شايفاه مش محتاج ان انا اثبته بباودر، لان انا حسيته هيقلب مات كده، فقلت لكم انا حاسه ان انا مش حاسه ان انا هو عايز باودر كتير. فعلا يعني زي ما انتم شفتوا شكله مش محتاج باودر كتير، زي الجارنييه بيحتاج يتثبت بباودر، لانه او لو انت ما بتحبي اللوك الجلو يبقى هتسيبيه زي ما هو، لكن بتاع كلين كلير ما بيديش الجلو ده، بيدي البشره كانها مات. بس في الحقيقه ان هو بيعمل مش عارفه اسمها ترانسفيرنج، يعني بيعمل طباعه، مش عارفه نطقتها صح ولا غلط، يعني مجرد ما بتعملي كده بالمنديل بيطبع على المنديل، غريب جدا يعني. انا مش مع يعني، اعتقد ان هو كان محتاج ان انا اثبته بباودر اكتر بكتير، يعني شكله مش زي يعني، غريب معرفش يعني، انا تخيلت ان هو مش محتاج باودر لانه كانه مات، بيدي الوش اللوك المات، لكن هو بيعمل بيطبع. بقول لكم امسك المنديل اعمل كده بيطبع يعني. بصوا مثلا الفاونديشن اللي انا حاطاه دلوقتي ده بتاع ايفون، يعني اهو ادي المنديل، اهو 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 المنديل، اهو شايفين، اهو المنديل اهو. لا بتاع بي بي ده، بتاع البي بي بتاع كلين اند كلير ده، مجرد ما احط المنديل كده الاقيه طبع، يعني فظيع جدا يعني. غير بتاع جارنيه، جارنيه لما انا بثبته حلو بالباودر لا ما بيعملش كده برضو، لكن ده محتاج تثبت بباودر يعني. فعشان كده طبعا دي من الحاجات اللي بتخليه ما يقعدش على البشره خالص، يعني بيروح بسرعه جدا، لكن في الحقيقه ان هو بيخلي شكل البشره رائع زي ما مكتوب عليه بالظبط، بيقول لك بيعطي البشره شكل صحي وتغطيه، يعني تغطيته للبقع فعلا حلوه، بيخلي البشره كانك واخده تان كده، ولون وشك كله حته واحده حلو، معرفش بيخلي البشره شكلها كأنها فلولس كده وحلوة.
معرفش يعني، انا لما جربته وقعدت ابص في المرايه شكل مخلي شكل بشرتي جميل، لكن هو مشكلته ان هو مبيقعدش كتير وما بيعلقش على الحبوب، لكن بيعلق على القشور معرفش ازاي. يعني كان عندي قشر هنا لقيته علق على القشر، وكان عندي حبوب هنا معلقش على الحبوب خالص، تمام كده. فتخلي برضو بالك من الحتة دي. اما جارنيه ما بيعلقش على حاجة خالص طبعا، لان هو ليكويدي اكتر، خفيف اكتر، فما بيعلقش على حاجة. وطبعا ده مع التثبيت بيقعد اكتر من ده، تمام. لكن انا في العموم اقدر اقول ان انا حبيت ده جدا جدا جدا. يعني انا كنت دايما اقول انا ما فيش بعد البيبي بتاع جارنيه ده، ده احسن بيبي في الدنيا بالنسبة لي. لكن لما جربت ده عجبني قوي، لونه ملوش حل. لكن التثبيت انا ممكن ازود كمية البودر شوية واحط شوية فيكس الدنيا هتمشي، لكن انا عجبني لونه، لونه معدي بصراحة بالنسبة لي. طبعا البنات البيضة هتاخد الدرجة الافتح يعني، فلو هو ده متوفر يبقى اوكي، سعره حلو ولونه حلو وشكله على البشرة حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول توضيح يا بنات، لما قلت في الفيديو ان تغطيته حلوه، كان قصدي تغطيته يعني تغطيه لونه، بيدي للبشره لون حلو، كانك واخده تان كده، تصحيح للون البشره كله حلو. لكن هو اصلا تغطيته خفيفه، وخفيف خفيفه خالص. وبعدين موضوع ان هو بيتبني، هو مكتوب ان هو بيتبني، بس انا عايزه اقول لكم ان هو اخره تغطيه متوسطه. يعني انت هو بيتبني من خفيفه لمتوسطه، مش هيديكي اعلى من كده خالص مهما حطيتي من طبقات. ده كل اللي اقدر اقوله لكم عن البيبي ده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا. دي كانت تجربتي معاه ومع جارنيه، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لايك لو عجبك الفيديو، وسبسكرايب للقناة، وفعلي الجرس. باي باي. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان تعرفوا انا بشتري ايه جديد وجبت ايه جديد وكل حاجة عني. هسيب لكم برضو لينك الانستجرام بتاعي تحت. يلا باي باي.